رسلا منافسة الحاكم في الانتخابات حرام شرعا. بعد حوالي شهر من الآن تدخل الأمة في معترة لا مجال له. الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه. طيب يعني طبعا الكلام العلمي الجميل ده محتاج رد علمي برضو من حد في نفس المستوى العلمي للشيخ رسلان. دورت على حد بالمستوى ده ولما وريته كلام الشيخ رد وقال